نتجه الآن إلى موضوع الاستثمار. الاستثمار هو الجزء المستقطع من الدخل والمستخدم في العملية الإنتاجية من أجل تكوين رأس مال. رأس المال هو بحد ذاته الاستثمار. محددات الاستثمار، يعني إيش الحاجات اللي بتخلي عند استثمار يزيد أو ينخفض؟ نمرة واحد، الكفاءة الحدية للاستثمار. نمرة اثنين، التقدم العلمي والتكنولوجي، يعني هذا أذكر كده. نمرة ثلاثة، توقعات المستثمرين، إذا توقعوا أنه الوضع الاقتصادي حيتحسن والسياسي فحيزيد الاستثمار، وإذا لم يتوقعوا أن هناك سيحدث أمر شيء سيء في الاستثمار والاقتصاد للبلد فسيحدث انخفاض في الاستثمار. نمرة أربعة، الأرباح التي يحققها المشروع، فكلما حقق أرباح جديدة ممكن أن يضيفها إلى الاستثمار. يوجد هنا أيضا في صفحة 131 التدفق الدائري بين الادخار والاستثمار. التدفق الدائري بين الادخار والاستثمار، وهنا عندي نقسم القطاعات الاقتصادية إلى ثلاثة أقسام. المؤسسات المالية والنقدية، وعند قطاع المستهلكين وفي عند قطاع المنتجين. المستهلك بطبيعته بحط أمواله في البنوك بشكل مدخرات وبياخدها، إما بياخد مستحقاته أو بياخد على شكل قروض. المنتج بحط أمواله هنا مدخرات استثمارية وممكن ياخدها على شكل قروض استثمارية. المستهلك بيعطي المنتج عناصر الإنتاج وبياخذ مقابلها عوائد عناصر الإنتاج. يعني المستهلك ممكن يعطي المنتج يقول له خذ الأرض، خذ رأس مال، خذ كذا، واعطيني مقابلها عوائد عناصر الإنتاج. المستهلك كمان ممكن يعطي المنتج، عفوا، المنتج ممكن يعطي المستهلك، خلينا نمحيها بس هذه، هاي المنتج بيعطي المستهلك سلع وخدمات، والمستهلك بروح أعطيه النفقات على السلع والخدمات. طبعا هذا رسم مع حفظ. نتوقف إلى هذا القدر وإلى اللقاء إن شاء الله، ودمتم بخير والتوفيق والسلام.